سلوزي اللي يسفخ فيه بعد ستاندرد اند بورس فيتش ريتنج موديز هي زادة خفضت مرة أخرى في الترقيم السيادي التونسي، قالت أنها غير مواتية للاستثمار. ثلاث مؤسسات عالمية في الحجم هذا في الوقت للبنك المركزي التونسي يقول تواصل المؤشرات الإيجابية لاستعادة النمو في تونس. شكون صدقه؟ الزوز. أيوة. صدق البنك المركزي لأنه أعطى المؤشرات على نسبة النمو وكل ما تحقق في 2012 واللي هو إيجابي، وقت اللي ناخذ الظرف اللي متعدى به بلادنا انتقال ديمقراطي بعد ثورة نحقه بعد ما تراجعنا بنسبة نمو ب 2.2% في عام برك استرجعنا 3.6%. هذا شيء طيب، حافظنا على المؤشرات من نسبة عجز ما فاتت 6%، نسبة المديونية قعدت في مستوى 44% في الظرف الحالي، يتسمى طيب، وهذاك اللي معناتها اللي اعتمد عليه البنك المركزي. بالنسبة للترقيم معناتها المؤسسات الأولانيين اللي ذكرتهم معناتها فيتش وستاندرد بورز طيحوا مرتين الترقيم تاع تونس. موديس حافظت، طيحت مره في 2011 كما الكلهم، في 2012 حافظت على نفس الترقيم وخلتنا في الانفستمنت جريد دائره الوحيده. التداعيات نتاع الازمه السياسيه مش الاقتصاديه اللي نعيشوها توا زوز هما. اول حاجه هو طوالت المده نتاع الانتقال، طوالت المده فما نقص من الوضوح، والوضع الحالي اللي هو التجاذبات، الوضع الامني، الاختيال السياسي وهالتحويل الوزاري اللي طوال شويه هو اللي خلى الانستيتيو موديز تواصل هي زاده الطيح. اما هذا مربوط اكثر بالسياسي منه بالاقتصادي، لانه المؤشرات الاقتصاديه اقتصادنا تعافى، عاود رجع في الانتعاش، ما رجعش في النمط اللي نحبه واحنا نطمحوا له، اما بدا يرجع. وهذاك علاش كان الازمه السياسية نخرج وكان نوضحوا نهاية هالمسار هذايا شهرين ولا ثلاثة شهر، والمؤسسات الترقيم هذايا نجم ترجعنا في الانفستمنت جريد.